إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم تفسير الأحلام. ومن الرسائل التي وردت للبرنامج، يعني لم نكمل في الحلقة الماضية، رسالة الأخت هادية من تبسة، 32 سنة، متزوجة، لها 3 من الأولاد، أعاني من مشاكل عويصة مع الزوج. الرؤية الأولى: رأيت أهلي ذاهبين إلى العرس، وقد كنت أتقيأ جهازي الهضمي، كبد، قلب، إلى آخره، ورأيت قط صغير أكل مصراني وقطعه. الرؤية الثانية: رأيت أنني سوف أموت عندما يكون عمر ابنتي 17 سنة، عمرها الآن 5 سنوات. إذن لعلنا نبدأ بالرؤية الثانية. يعني الرؤية الثانية، العدد 17 هذا، إذا أخذنا منه العدد 5 على حساب الرؤية، أنك قلتي يعني عندما يكون عمر ابنتي، والآن عمر ابنتك 5، يعني لما نأخذ 17 من 5 يبقى لي 12. إذن تعبير الرؤية يكون على العدد 12 دلالة، والعدد 12 له دلالة، أو له أوجه دلالات، أو أوجه من الدلالات. الوجه الأول مسألة النظر في الفلك. نعم، يبدو أننا معنا اتصال. نعم، رميساء من وهران. ألو. أهلا بالأخت رميساء وبأهل وهران، تفضلي. مرحبا وبيك وهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شيخنا الفاضل، نود أن نشكرك على هذه الحصة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. بارك الله فيك. نعم، وفيك بارك. آمين يا رب. نعم. تخيل عندك، أنا عندي حلمين. نعم، حبيت برك أن نبدأ بالأول. أيه. هو أنه الزوج تاعي شاف في المنام وكأنه الدوبل تاعي يعني ميت. وكأنه الدوبل يعني أنا ميتة. إيه. وأمام طو أنا واقفة قدامه. إيه. يعني وكشغل أنا في هذاك الحلم كنت نضحك صديق، وقلت له بلي هذا القارين تاعي، هذاك اللي كان ميت. نعم. بعد هو قال لي صديقة مومون دوني، هذاك القارين تاعي رفد الرجل تاعو هكذا شوية. ايه. وعاود حطها. شغل وانا كنت نضحك وقلت له هذا هو القارين تاعي. نعم. يعني مع العلم انه يا شيخنا الزوج تاعي منعته انه يشوف يشوفني انا في غرفة النوم، ويعني نكون انا نائمة وهو تاني يكون نائم، ولما يستيقظ هكا على غفلة يشوفني إما واقفة ويعني ولابسة الحوايج تاعي، وإما قعدت له عند رجلي ولا عند راسه. أنا كي سقسيت قالوا لي هذاك القارين تاعك، يعني يكون نايض يعني صاحي ماشي نائم ولا. نعم. إيه، عفوا كملي. يعني هذا هو الحلم الأول. إيه. والحلم الثاني؟ والحلم الثاني نمت جداتي الله يرحمها تاع الأب تاعي. يعني نمتها في غرفة نوم اللي كانت تاع الأم تاعي والأب. نعم. باسكو كنا نسكنوا بكري في دار درك رحلنا. يعني وزوجة العم تاعي كانت تما. إيه. وجداتي كانت يعني غضبانة على عمي. كشغل يعني راه غاب شوية خيات، وباسكو ما حبوه يبيع الدار باش يديو الورد. إيه. وجداتي كانت زعفانة عليه وكانت كشغل تنقرش، وانا كنت لملها في حوايجها باش تروح لعند عمتي في البلاد. بعد انا مومون دوني كشغل نسمعنا الباب تاع برا تفتح وتغلق، كشغل واحد دخل.
هي حسبت باللي عمي وبدات تدعي له بالشر. هذا هكذا تفهمنا. وانا زعما من بعد مومون دوني حبستها قلت لها لا حبسي قلت لها هذا ولد عمي كمال. نعم. قالت لي اه كمال. بعد ولات تدعي له بالخير لولد عمي. هذا هو. وإذا كان ممكن نزيد لك برك منام التالي يعني لهذا نعم. اليوم نمتو. نعم تفضلي. يزيد فضلك يعني نمت باللي زادت عندي طفلة. نعم. وينعم عليك وسميتها أنيسة. أنيسة نعم. فوالا ينعم عليك وواحد يعني لافامي تاعنا كي شغل جو عطاني الدراهم شغل بارك لي عليها. وانا في المنام قلت لهم زعما ما كنتش حابه طفله قلت لهم انا ما دابيا لو كان جاني ولد. ايه. يعني واستيقظت مباشره على اذان الفجر. جاني ولد. آه طيب فعلا. خير رعيتي شر كوفيتي. لولا وقتاش شفتيها؟ آه عندها بوم مومو. طيب شحال عندك دراري الله يبارك؟ طول ماما عندي ولد واحد. ما شاء الله. وما كيش ثقيلة بالكرش ما كيش الآن يعني ما كيش ثقيلة بالكرش الآن ما على باليش ما نقدرش نعرف. نعم طيب نسألك سؤال انت مرة تسمعي شخص عيط لك باسمك لما تلتفتي ما تصيبي والو؟ هذيك تصرالي كثير ما تصرى لك بصح ما نلتفتش. بس على بالي بلي ماشي ملاح دونك ما نلتفتش ونسمع يعني شحال من مره نسمع اسمي. نعم هذا في داركم؟ في دارنا ومن في داري. طيب احنا نهضر على دارك يعني دارك اللي تاع الزوجيه داركم تاع الزوجيه. نعم ايه تقرا واسمح لي شيخنا وانا ثاني نمت دو فوا. ايه شغل توجور نوم راجل في داري هنا في الدار تاع الزوج تاعي وفي كل مره العينين تاعو ما يبانوا ليش اما يكونوا هكذا كشغل كل حجاب اسود على عينيه ولا يعني رمادي عينيه ما يبانوا ليش صديق وانا نخاف منه يا صديق يخوفني وكي نوض من هذاك المنام توجور نقرا في آية الكرسي ولساني ثقيل. انت الزوج تاعك تتكلموا على قضايا الجن والرقيه والمس والصرع تكلموا على هذه المواضيع؟ ما نتكلموش عليهم بزاف بصح رانا زعما عندنا بزاف مشاكل والله من شي تاع والو راه يصرى مشكل يعني قد اي. طيب مساله طبيعه المشاكل اللي بين عندك مشاكل مع الزوج يعني مشاكل واش هي المشاكل يا شيخنا كيما نقولوا حنا بوغا وي بوغا نو من اجل نعم او لا يصبح المشكل يعني كبير. طيب انت في شخصيتك تحبي تضخمي الامور تكبري المسائل؟ لا ما نحبش والله ما نحب انا ما نحبش كاع المشاكل اصلا. طيب لما يكون فيه مشكل يعني ماذا بك تفريه تمتم ولا تبعدي وخلاص وتسكتي؟ يعني انا ماذا بيا في لو جون اللي نهضر. ايوه انا نهضر والزوج تاعي يهضر وانا نهضر وتكبر من بعد المشكله. طيب لما يكون عندك موضوع موعد غدوه ان شاء الله مهم في الليله هذيك ما ترقديش تحسي مهم ما نرقدش يعني آلز تولي تطلعي وتهبطي وش لازم ندير وش كذا ولازم كذا وما لازم يعني. والزوج تاعي اكثر. معليش انت انا كلميني عليك انت الزوج. معليش نكمل معاك انت لانه القضيه تخصك انت بالدرجه الاولى. انت كثير ما تسالي زوجك مسائل الغيره يعني وين كنت وكيفاه وش كاين ولا لا؟ يعني ما نسالوش بزاف ولا يتاخر في العمل تاعو يعني كما نقولوا حنا نوثق فيه يعني عندي ثقه فيه على بالي بلي ماشي واحد يعني خطيه المشاكل ولا النساء ولا الحمد لله. طيب الان انت تحسي مرات بنوبات اكتئاب تجيك تقلقي وحدك تجيني بزاف يعني بشكل منتظم كل سيمانة كل 15 يوم تجيني هذيك نوبات الغضب وما نفهمش. بعض الأحيان نقول بالك يعني النفسية تاعي متعبة ولا وملي كنت في دارنا يعني كنت هكذا نبكي بزاف غير وحدي نبدا نبكي. وين وصلتي في الدراسة تاعك؟ انا جامعيه يعني قريت ديت شهاده.
وخدمت من موراها. ايه يعني رحت من قبل عند روقات هكذا، ولا كان يقولوا لي بلي راه عندك سحر قديم. لا عندك لا سحر لا والو، ما عندكش. عيني كنت شويه ثقيله، ما كنتش نحب نقرا بزاف بزاف، يعني سيتي اوغ دو موا. انت عندك شيء واحد اخر ماهوش سحر، عندك حاجه في نفسك انت في طبيعه شخصيتك انت، راني نسال فيك على طبيعه شخصيتك، يعني حساسه انت بطبعك. حساسه بزياده. جدا ايوه. وايضا بين قوسين هذه الكلمه مشكاكه، يعني واحد يكون يخزر فيك ولا يهضر كلمه تطلعي وتهبطي. لا لا ما عندكش هذا. ما عندي حاجه يعني في الناس وكونتخيغ. الحمد لله الحمد لله. تحبي تخالطي الناس ولا ماذا بك تجبدي روحك؟ نحب ولكن في المعقول. طيب الناس الانتراج تاعك فاميلتك والاخر وش يقولوا عليك؟ يعني انسانه خفيفه الدم ثقيله؟ لا الحمد لله يعني خفيفه الدم، نحب نكسر نضحك نهدر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تحبي تريحي مع روحك وتكلمي روحك بزاف وحدك وحدك؟ وي سا ماغيف سوفون. طيب كي نكون وحدي في الدار نتكلم وحدي. طيب لما تكلمي روحك يعني تحسي بنوع بتسولاجي شويه، تحسي بنوع راحه؟ هذيك هي نحس يعني شويه كي نحكي هكذا نحس بانسولاجمون. طيب في طريقه حوارك مع نفسك تحسي بنوع ما بتانيب الضمير لما تديري موقف مش مليح ولا يعني غلطه تحسي باللي صح غلطه؟ الضمير تاعي بنزل بزاف كي نغلط مع شخص حتى نعم أغلبية يعني نطلب السماح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقرأي القرآن؟ نقرأ يعني ماشي كل يوم كل يوم دوك ما نكذبش، ولكن نقرأ قرآن. الصلاة يعني صلاتك محافظة عليها؟ صلاة محافظة عليها. طيب في الوضوء كي تجي توضي ما عندكش مشكلة أنك تعاودي الوضوء تشكي باللي راكي ما توضيتيش مليح؟ نعاود الوضوء في بعض المرات نشك نغلط في الحساب. أيه. ومام كثريه هذا الشيء صرا لي في صلاه العصر. صلاه العصر نعاودها حتى لزوج مرات ثلاثه في بعض الاحيان. سؤالي الان هنا على صلاه العصر ما دام ذكرتيه، نوبات الاكتئاب اللي قلت لك تجيك منتظمه تجيك دائما بعد العصر؟ مع العشيه هكذا كان. بعد العصر حتى المغرب؟ هكذا كان مع العشيه. جيد. وهذه الحالة مازال ولا راهي تخف؟ يعني مش كيما قلت لا خفت. خفت الحمد لله الحمد لله. ما رحتيش عند طبيبة نفسية أخصائية نفسية؟ لا ما رحت جامي. ما كيش تحدثي نفسك أنك تروحي تشوفي الوضع هذه الحالة يعني لو تعالجيها بالك راه فيها حل؟ يعني في بعض الأحيان نقول في نفسي بلي كان نلقى هكذا شخص لي يسمعني واللي خلاص خير ان شاء الله. يا رميساء من وهرا خيرا رايت شرا كفيتي، دوك نبين لك هذه الحاله باذن الله. شكرا, على اتصالك. اذا ارجو ان اسئلتي تكون كافيه لجوابك، بمعنى ان الاسئله كانت تحمل اجوبه، وهو انه هذه الحاله داخله في شخصيتك في نمو الشخصيه، بمعنى مازال فيه نقص في النضج في الشخصية، وعندك نوعا ما الشخصية الإسفنجية اللي تشرب شوية وتبعد تتأنى بضميرها وبالتالي تجلد النفس هذه أو جلد الذات كما يقال، وأيضا عندك نوع وسوسة انتبهي لهذا، ما تزيديش تلتفتي كل ما يقوله الشيطان وكل هذه الأشياء ومسألة القرين ومسألة هذا كل الشيء اللي ذكرتيه، يعني استعيني بالله عز وجل. الأمر الثاني لا يعد رؤية، هذا حديث نفسه، هذا يدخل في ما ينفثه الشيطان حتى يفسد بين الناس، ويدخل في مسائل الميراث ومسائل دعوة الخير ومسائل دعوة الشر باش يفسد بين الناس، ولذلك لا يعبر هذا ولا يلتفت إليه. الأمر الثالث يستفاد من الطفلة بشارة بالفرج، وأيضا أن الفرج هذا يكون في جنس النفسي، بمعنى أن يكون لك أنس من الله عز وجل، وذلك بذكر الله عز وجل وقراءة آية الكرسي اللي ذكرتيها وقراءة القرآن. لا بد أن تحافظي على قراءة القرآن حتى تأنسي ويكون لك أنس بالله عز وجل، كما قال معروف الكرحي رحمه الله قال اذكر الله عز وجل حتى لا يكون لك أنيس إلا هو، أو كما قال رحمه الله. إذن لا بد من ذكر الله عز وجل، لا بد من قراءة القرآن، يعني حتى يأنس هذا القلب وتطمئن هذا النفس وتهدأ وتسكن إلى الله عز وجل، والعلم عند الله. باختصار هذه هي الحالة نتاعك، ويريت يعني لو تروحي أيضا لأخصائي نفسية يعني تعينك في مسائل العلاج
السلوكي والعلم عند الله. نكمل قلنا من الرسائل رسالة هادية من تبسة، قلنا الرؤية الثانية رأيت قلت أنني سوف أموت عندما يكون عمر ابنتي 17 وعمرها الآن قلت 5 سنوات، يعني إذا أخذينا 5 سنوات على حساب الرؤية نتاعك هذه يعني كل اللي راكي تقولي بعد 12 سنة الموت، يعني هذا على حساب واش شفتي، لكن هذا فيه تنبيه وتحذير، وخاصة من الرقم 12 يعني اللي قلنا هو الفارق ما بين 5 و17. هذا عند المعبرين له أوجه دلالات، أولا يدل على النظر في الفلك والنظر في النجوم والتنجيم، طيب وأيضا يدل على أيام السنة، ودل والتنجيم والفلك طبعا له ميزة أو له خاصية النظر في أمور الغيب، ولذلك هذه الرؤية تحمل لك نصيحة وهي أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنه هذا الرقم 5 أيضا أن هناك أمور غيب لا يعلمها إلا الله، منها مسألة ولا تدري نفس بأي أرض تموت. قال العلماء في هذه الآية بالذات قالوا إذا كان الإنسان عاجز على أن يعلم الأرض التي يموت فيها وله في ذلك دخل، بمعنى يمكن يقول أنا نريح مثلا هنا في العاصمة ونموت في العاصمة يعني يريح، رغم ذلك رغم أنه يقدر يريح وزعمه ويموت في العاصمة، الله عز وجل قال حتى هذه ما تقدرهاش، يأتيك سبب أنك تروح لمكة وتقبض في مكة. ولذلك جاء في بعض القصص التي يرخص في حكايتها في مسألة الغيب والموت هي عن نبي الله عز وجل سليمان عليه السلام. سليمان كان يجتمع بالملكة وكان يجتمع بملك الموت، ففي مرة من المرات في بيت المقدس كان مع جماعة من أصحابه فجاءهم ملك الموت، فأصبح ملك الموت يحدق في رجل من أصحاب سليمان عليه السلام، فيعني لما الرجل ذاك شك من نظرات هذا الرجل طبعا، والملائكة يأتوا في شكل رجال كما كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في شكل الصحابي الجليل دحية الكلبي. المهم قال فجاء ذلك الرجل وقال لسليمان عليه السلام قال يا نبي الله يعني من هذا الرجل يعني أكثر يعني يحدق فيا؟ قال هذا ملك الموت. قال أسألك بالله أو بالذي سخر لك الريح أن تأمر الريح فتجعلني في بلاد الهند أو السند، يعني بلاد الهند والسند. قال فإني لا أحب أن أجتمع في مكان فيه ملك الموت. طبعا فأجاب له دعوته وأمر سليمان عليه السلام الريح أن تقذف هذا الرجل في بلاد الهند. فلما يعني جاء ملك الموت قال لجبريل إني أتعجب من قدرة الله، أو قال ملك الموت لسليمان عليه السلام قال إني أتعجب من قدرة الله. قال وكيف ذلك؟ قال لقد أوحى الله لي اليوم فيما أوحى أني أقبض فلان في بلد الهند وأنا أراه معك الآن في يعني شفته معك الآن في بلد في بيت المقدس. قال والله لقد يعني لقد ضاق برؤيتك له، يعني فطلب مني أن أرسله بالريح في بلاد الهند وهو الآن ينتظرك في بلاد الهند، وفعلا قبض روحه في بلاد الهند. يعني طبعا يرخص العلماء في هذا النوع من القصص حتى تلين يلين هذا القلب ويتوكل الإنسان على الله عز وجل. قال العلماء فإذا كان الإنسان عاجز على معرفة والعلم بالمكان الذي يموت فيه فهو عن الزمن الذي يموت فيه أعجز وأعجز وأعجز، يعني لا يستطيع أن يعرف متى يموت. ولذلك فيه أيضا رؤية أو قصة عن رؤية لملك، ولعله إذا لم تخني الذاكرة عبد الملك بن مروان أنه رأى ملك الموت في منامه فقال متى تقبض روحي أو متى أموت، فأشار له بخمسة، يعني فأشار له بخمسة هكذا. فيعني لما جاء للمعبرين وذكر كل واحد يعني فقال له يعني المعبرون يعني هو استبشر أنه خلاص عرف، بصح تلفت له أسكو يعرف 5 أيام 5 أسابيع 5 أشهر 5 سنوات 5 يعني ما هي هذه الخمسة.
فيعني قال له المعبر: يا أمير المؤمنين، هذا ليس أجلك، يعني أطال الله عمرك، ولكن هذا يريد أن يقول لك ملك الموت أنه لا يعلم الغيب أو لا يعلم هذا الخمسة إلا الله عز وجل، ومنهم يعني ومن هذه الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها مسألة الأعمار، يعني لا يعلم الغيب ولا يعلم متى يعني تموت هذه الأنفس إلا الله عز وجل، لذلك يعني لا تسأل هذا السؤال. كذلك هذه الرؤية، كذلك هذه الرؤية تحمل هذا المعنى أنه لا تلتفت لهذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يطيله، ولا بد أن تؤمني بأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. لم يبقى معي إلا أن أشكر المشاهدين الكرام على طيب المشاهدة وحسن الإصغاء، وأقول لكم سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.